السؤال اللي يعصبني ان انت تسالني في حاجه بديهيه، يعني حاجه متعارف عليها، لكن اي حاجه قابله للنقاش. لو انت فين مع صحابك؟ ده اجوه سؤال معروفه. هي بتطيش صحابي اصلا، هو بتطيش اي حد يعني ياخد من وقتها. هي عايزاني متاح لها 24 ساعه ليها. طلبات كتير، يعني مثلا هات هات هات، كل حاجه هات هات. دلوقتي بقت بتعصب اي واحد. بقى طبعا هتتكلم على ايه؟ على ما فيش غير الماديات، هي دي اللي بتخلي الواحد بيتعصب. لو بيسالني انت عندك مشكله لو زوجة ثانية والكلام ده، فأكيد لأ، ده سؤال بيضايق أوي، يعني بالذات في البداية. إيه ده؟ ممكن السؤال اللي أنت رايح فين؟ يعني السؤال اللي أنت رايح فين ده بيبقى ممل أوي. لو أنت راجل فأنت بتبقى حابب إن أنت مثلا عايز تخرج، عايز تروح وتيجي مع صحابك، مش لازم رايح فين في مكان بعينه، يعني أنا نازل وخلاص. يعني فكرة أنت رايح فين دي أنا متعودش عليها. لا، هي أي حاجة فضولية في الدنيا هتضايقني. مرتبك كام هيضايقني؟ مرتبك كام هيضايقني؟ مش من مراتي بس، في العادي. صرفتي قد إيه؟ لا لا لا. هات فلوس، ده بيعصبني.